أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قال ربك للملائكة إن الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماء فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا أبى واستكبر وكان من الكافرين
فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث لا وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم.